طبعا نعلم جميعا أن كل أجرام السماء تتحرك، يعني ما في ثبات. يعني طالعين تقليعة جديدة على النت يقول لك الأرض مسطحة زي الدايرة دي، ماهيش كرة. الكلام الهدف منه تضليل المسلمين وتجهيل المسلمين، كلام غير صحيح. الكون الذي نحيا فيه كله مكور، الأرض مكورة، القمر مكور، الشمس مكورة، الكواكب مكورة، النجوم مكورة، كل الكون مكور. والحركة في الكون لا تتوقف، كل شيء يتحرك وكأنه نمط من التسبيح لله سبحانه وتعالى والعبادة الفطرية التي أودعها ربنا تبارك وتعالى أجرام هذا الكون. والحركة حلزونية، يعني ليست في مستوى واحد حتى تبقى العلاقات ثابتة. يعني لما نقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسأل جمع من الصحابة يقول ما تدرون ما البيت المعمور؟ ترى البيت المعمور فين؟ قالوا والله ورسوله أعلم. فيقول صلى الله عليه وسلم هو بيت في السماء السابعة على حيال الكعبة تماما، حتى لو خر لخر فوقها، يدخله في كل يوم 70,000 ملك، فإذا خرج آخرهم لا يعودون. فبعض الملاحدة يقول لك الله، طب الأرض بتدور إزاي الكعبة اللي فوق دي تبقى فوق كعبة البشر؟ ما هي أيضا على جرم يدور، يعني زي أرضنا ما بتدور كعبة الملائكة على جرم من أجرام يدور، وكل ما في الكون يدور. طيب كيف يحدث كسوف الشمس وكسوف القمر؟ يعني الأرض تدور حول محورها وتجري في مدار لها حول الشمس، والقمر يدور حول محوره ويجري حول الأرض، والشمس تدور حول محورها وتجري في مدار حول مركز المجرة. فبيأتي نتيجة هذه الحركة أن يكون القمر بين الأرض والشمس، فيكون وجه المنير موجه للشمس، وجه المظلم موجه للأرض. ويسمى هذه المرحلة مرحلة خسوف القمر، يعني لا يرى على وجه القمر أي نور، فلا يرى القمر خالص، سواء مرحلة الخسوف. هذه المرحلة يظل فيها القمر يوم إلى يومين، يعني من يوم إلى يومين. مجرد أن يخرج القمر من هذا الوضع هو بيكون على استقامة الأرض والشمس، يعني القمر بين الأرض على يمينه والشمس على يساره وعلى خط واحد. مجرد ما يخرج عن هذه الاستقامة يبدأ في قوس من النور على طرفه الأسفل، بيسموه الهلال الوليد. وكل ما يتحرك تزداد مساحة النور على سطحه. التربيع الأول يأتي يوم 7، وبعدين الأحدب الأول يوم 11، البدر الكامل يوم 14، وهكذا. ثم الأحدب الثاني، ثم التربيع الثاني، ثم الهلال المتناقص حتى يدخل في المحاق، حتى يدخل في الخسف. فخسوف القمر هي دورة القمر حول الأرض التي تأتي في لحظة من اللحظات على استقامة كاملة مع كل من الأرض والشمس، فيكون وجه المنير موجه للشمس، وجه المظلم موجه للأرض. هذه مرحلة الخسوف القمر. كسوف الشمس كيف يأتي؟ يأتي القمر في وضع مش على الاستقامة، يأتي في وضع يحجب عنا قرص الشمس بالكامل، فلا نرى الشمس. يعني أو الكسوف قد يكون جزئي وقد يكون كلي. يعني إذا كان جزئي يعني نرى جزء من الشمس صغير، إذا كان كل لا يطبس وجه الشمس بالكامل، ويكون هذا ظل القمر على الشمس، يعني ظل القمر على الشمس يؤدي إلى كسوف الشمس. كسوف القمر يحدث مرات عديدة في السنة، أما الكسوف يحدث مرات محدودة، لأن كلا الوضعين يتهدد الحياة على الأرض بالفناء. ولذلك كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مجرد ما يحصل كسوف أو خسوف ينادي بصلاة سميها صلاة النوازل، يعني يصلي ركعتين 4 6 8 حسب ما يقدر الإنسان، كان يصليها جماعة، يعني ينادي إلى المسجد، الصلاة قائمة يصلي الصلاة في المسجد. فإن شاء الله أما يحدث كسوف أو خسوف حتى الإنسان في البيت يصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى دفعا لهذه النوازل، لأن ستنتهي الوجود في مرحلة من هذه المراحل، يا كسوف الشمس يا كسوف القمر، يعني ينتهي في مرحلة من هذه المراحل. فلا بد أن يفزع المسلمون إلى صلاة يسميها الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة النوازل. واضح يا ستي؟ طيب.
بارك الله.